ترجع المود. المود تحفة يا مادي. الله انا بجد مبسوطه قوي يا مادي. وانا كمان والله. انت مبسوطه؟ مبسوطه بس هتبسط اكتر يا مادي لو وافقت تخليني على عوانفي مع البنات بالبيكيني. شوشو قلع. لا يا مادي يعني هم فيهم ايه زياده عني؟ زياده؟ قولي في ايه اللي ناقص؟ يو بقى يا مادي يا مادي ما تبقاش غيور كده وقفيه. بس بص اسكت. الله يا مدودي جابوا لنا العصير. ده بقى الديتوكس. يعني ايه استنتي؟ ايه ده وانت قاعد؟ انت ده الشاليبوه دي؟ القرف ده يا مدودي ده وحش قوي يا ايه اللي انت هبكتيه ده؟ ده طعمه ايه ده يا عم؟ ده كرات ده ولا ايه؟ ما قلت لك ده الديتوكس. استنى اشوف لك معايا ايه؟ خد خد قرش كيس السكر ده. يخرب عقلك. بس خبي البتاع ده كله بقى يا بنت حلوه. لا ما ينفعش يغير طعم القرف يا ستي. بقول لك ايه؟ افتح بقك. هيدونا جزا. طب تعالى بس افتح بقك. مش هيدونا جزا ولا نيله. ما حاسين بحاجه. الله ايوه مع البتاع المعفن ده. يلا نقوم ننزل يا ميتش. اخي انت بتشربه ليه يا مادي؟ ده وحش. انا قلت بالسكر هيتظبط. هقوم اقلع يا مادي. شوشو بحب صغننه بس ادلدل واطلع على طول عشان خاطر. تدلدلي وتطلع على طول؟ اه ما حدش هيلحق يشوف حاجه وانت افضل. ايه كنت بس لما نشوف شوف. مفيش رجاله. مفيش رجاله الا بسرعه يا مادي. يلا يلا. اي مالك؟ كنت دوست على رجلي. معلش امسكني يا مادي. الكريم ده بقى يا مدوتي هيخلي بشرتك تنعم عشان ما تبقاش خشنه كده وتزهقني في قشتي. عشان ما يجيبش تنفيذات برضه. وعشان راح حبوب الشباب اللي مبهدلك كان مش فاهم عندك 50 سنه ولسه بيجي لك حبوب. حطي بس اهو يعني ده اهو ده هيظبط البشره. اه خلاص شبيه جميله. بس هو بيحرق شويه. لا هو بيفتح. بس انا فتحت عينيك عشان الهالات دي بلاش الرموش. مش عارف افتح. خلاص افتح. اه خلاص يا بنت. بنتي ايه؟ حد واقف بص كده؟ لا. طب تعالى عشان عايز اقول لك خبر حلو. ايه؟ تعالى هات ودنك. ماشي. شايف الباب اللي هناك ده؟ اه بيفتحوه كل يوم بعد نص ساعة. ليه بقى؟ ليه؟ عشان يخرجوا البرانيس. اه انا بقى فكرت التكتيك ان احنا نكت مع البرانيس. حلوه يا انا عايز اخرج من المكان ده. صحيح وانا كمان. تيجي يلا نروح الدار كده في اي دير وبعدين نخرج. يلا معاهم. يلا يلا اهو الكلابي. يعني شفتوا؟ اه مش يعني مش لاقي كلام اقوله بصراحه. ينفع كده اللي هو عمله؟ معقول؟ ده عذاب يا بنت اللي انتوا كنتوا فيه. ايه اللي حطهولكوا ده؟ شفتي؟ ايه ده؟ لا ونادل شفتي كان في الاول عايزني انا اتحبس لوحدي وهو يمشي. لا بس عيب. وانا مال انا؟ عيب. انت مالك؟ ما انت كنت بتضحك عليا والست من الاول قايله لك ان انت جسمك ده اساسا خلاص غير صالح للاستخدام الادمي. انا؟ ايوه الست كانت قايله لك وانت كنت بتكذب عليها مش راضي تترجم لي لولا ان انا عرفت كده بلغه الاشاره. طب ما انا قعدت معاك اهو. انا قعدت معايا عشان لما انا عرفت وانت اتفضحت. اما اتزنقت يا اخويا. اما اتزنقت. لا ده كان في الاول قال ايه عايز يفهمني انه قال يعني هيقعد معايا بجميل يعني مش عايز يسيبني فقعد معايا وهو اصلا المشكله كانت عنده هو انا اللي ما فيش حاجه. يا عيني. طب وخلصت؟ يا سلام. هربتوا؟ هربنا مع البرانيس زي ما انتوا شفتوا. مع البرانيس. بص بقى انا جوعت بصراحه بعد القصه دي. ايوه. فهنطلع فاصل نروح نحضر بقى لقمه ناكلها كده ونرجع لكم تاني. يلا يلا بينا. مش فاكره انا نسيت ايه. نسيت اعمل حمر البانيه كده. الاكل قليل مش مهم بقى. يا شوشو. ايه يا مادي في ايه؟ مفيش يا حبيبي. تعالى يلا نودي الاكل. تعالى يلا انا جوعت.
تعال اهو. ده انتوا منورينا، عارفين يعني ايه منورينا؟ بصوا انا ما رضيتش اتقل، انا عملت حاجات خفيفه كده. ده بجد عشان ايه؟ قلت بما انه عشاء فننام خفيف خفيف. اه صح. لكن تعالوا لي بقى في مره الساعه 4 كده تلاقوا ايه؟ ده خفيف خفيف؟ لا ما تمدوش ايديكم بقى غير لما نيجي بقى، انا عارفه شغل الضيوف ده. يا نهار اسود. حاجات بسيطه والله. ماشي. صلى الله. حاجات خفيفه خالص. انتوا مش كنتوا جبتوا البنات معاكم؟ سؤال والله كنتوا جبتوا البنات. وكل واحد فرخه. مش عارفه انا حسيت بكده. اه امال ايه؟ بجد والله؟ دي حاجات بس هننقنق فيها لحد ما نتعشى. اه ده اللي هو الابيتايزر. اه ده كان ابيتايزر. اوكي انا عايزه اروح. انا عايزه اروح. خفيفه جدا. حاجات بسيطه خالص. اوكي. انا شبعت. عشوائيه يعني. تعالى يا مادي. نعناع يعني. تعالى تعالى يروح تعالى فيني يا حبيبتي مفيش مكان. يا نهار اسود. بصي كوبايه العصير. بصي كوبايه. اوعى. عدي. ايوه عدي. دايما يعمل فيا الحركه دي. اه عارف ان انا بغير بيبهدلني. مش هخش الخناقه دي خالص. مستحيل. فين؟ مش قلت لك واحد الشواك؟ ما قلتيش حاجه والله. قلت لك هات والله الشغل. والله يا جماعه انا والله يا احمد والله ده رجل. لا يعني انا مش عايز. الله يخليك. يعني مش عايزكم تتضايقوا يا جماعه. تعبت والله. يعني انا طبخه. بصي اعتبروا نفسكم في بيتكم. الله يخليك. حاجات خفيفه. اه 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 ماشي. يعني مش عايزاكم ايه تحشي في الحاجات دي من الصبح. انت بايدك. انا باكل بايدي. انا شوك انا وهي. انت بصي امسكي الفرخه كده. لا انا بقرف على طول. هي الفرخه مره واحده. لا ده على بق واحد. اتفضلي يا حبيبتي. يلا احنا ايه هنقلق مع بعض. طب انت يعني انت خدت بقيه الشوا؟ هي هتاكل بيها. هو هياكل. انت مالي. شكرا. اوكي هات بقى الباقي انا اشيلهم عشان عارفه ايه سرقه السرفيس دي. انا عارفاها فجاه الاقي الشوك ناقصين اثنين واقول مين نفتكر. تقول امي. انت بتقول امي. عندهم في رمضان بلاقي الحاجه اقول لها الله يا هدى الطقم ده حلو. تقول لي جاي لي كادو. حصل. انا فاكره بتتهم امي والله في الاخر. يا لا اله الا الله. تلاكيك. لا امك ما بتسرقش الشوك. تلاكيك. امك بتسرق هدوم. بتاخد انا اسف. انا اسف يا طنط. طنط ايه بقى؟ لا طنط ما بتتفرجش عندها عمل ليلي. يلا كله 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 بقى. بص مش عايزاكوا تتكسوا. يلا يعني بسم الله بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. تضربي الفرخه دي على بقى. لا شكرا. لا انتوا هتتكسوا بقى. لا 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 والله ابدا. والله ما تتعبي نفسك. صدر ولا ورك؟ والله ما تتعبي نفسك. رد عليا. هنغاب. بتحبي ايه؟ صدر ولا ورك؟ ورك. خد اهو ورك اهو. حبيب قلبي. انا سيبيني. انت صدر. انت محتاجه صدر يا واد يا لمان. كفايه لك بقى. اشكري. كولي. اشكرك جزيل الشكر. ابو النبي حلوه والله العظيم تحفه. والله يا حلوه. بتحبوا المنبر؟ اه. طب يلا. ايش الشطاره دي؟ ايش الحلاوه دي؟ طيب تسلمي ايدك. طب انت ما خفتيش ان هو ممثل ومشهور وبتاع لما جه يتعرف يعني يتعرف عليكي؟ لا هو رباني. يعني انا اتربيت على ايده. انا اتجوزت 19 سنه. والله صغيره جدا. هو علمني كل حاجه وعودني يعني ايه انا في بيتي ايه وبره بيتي ايه. وطالما انا في الاثنين واضح وصريح انت مالكيش عندي غير كده. غير كده يعني اي حاجه تانية بعد كده تحت امرك. لكن طالما انا ماشي بما يرضي الله زي ما بيقولوا خلاص. اتعلمت واحده واحده الشغل والتمثيل والمعجبات يعني هو الراجل. انا بشوف خصوصا البنت لما تكون صغيره الراجل هو اللي بيديها الثقه. هو اللي بيخليها تبقى واثقه في نفسها قبل ما تكون واثقه فيه. صح. فهو علمني كل حاجه حقيقي. لا انا جامد قوي. اه يا جدع. لا عجبك يا جدع. انت ده انت ده يا مسيطر يا عسل. انت ايه ده؟ انتوا متجوزين بقى؟ ايه؟ بقالكوا قد ايه متجوزين؟ 16 16 سنة. ما شاء الله. اه 16 سنة. 16 سنة متجوزين. مستحيلين بعد لحد النهاردة 16 سنة وربنا يستر. وهتكملوا؟ فاضلين لنا كام سنة ونخرج؟ مش عارفة. لا باين مش عارفة. تسعة باين. أنا جوعت بصراحة. حتى إيه؟ جوعت؟ كل يابا. يلا يلا. اتفضل والله. تعال خد الرقية. تاكل تاكل مكرونة بشاميل. ما أكلتش رقية أنت. اوعى انا اكلك بقى. اسم الله يا غالي. اسم الله يا حبيبتي. حلو حلو. اسم
انا مقصره كلها جوجو انا مقصره معاك والله مقصره ليه مش متاكدين انا مقصره انا بعترف لا بجد هتبقى مشكله انا مقصره اكليه انا مقصره اكليه لا متضايق قوي يا شوشو ازاي يعني انت بتاكدي جوزك و... لا صفي بقى عشان تاكله اهلا لو سمحتي مش معنى هما هما انا اكله اوبا لا فأقعد اهو لا ارجوكي عشان انت شفت انا بفرق يعني جدا بصي لا لا طيب عايز ايه يلا كوشة اسمع كوشة أصبت الاختيار قلت لك 100 مرة اسمع كوشة دي ايوه مكرونة ايوه لا خدي حتة كبيرة المكرونة البشاميل يا حبيبتي هتقعدي تقطعي النبي عربي امسكي الطبق كده في ايدك واكلي جوزك كده ببقه عشان ما يهرتلش على نفسه عشان ما يهرتلش على نفسه وما يهرتلش كده لا معلش واحدة كمان لا ايوه ايوه ما ترفعش ايدك ما ترفعش حط ايدك تحت كده ايوه الف هنا كده خليك براحتك شبع ايوه كده لا تمام كده انا كده اتعشيت واتغديت وكل حاجه الحمد لله يا حبيبي اللهم دمها نعم دايما عامر والله بيتنا دايما والله دايما عامر يعني انتوا اي وقت تيجوا كده تبقوا جعانين تعالوا بس كلموني وهاتوا معاكم حاجاتكم وهاتوا العيال وراحتكم لا العيال ايه ده اكل وبتاع ظبط ايوه طب يا يلا يا حبيبي البوزي هياكل ايه ها ايه ده طب هنطلع فاصل على ما اكل مادي واشبعه وهرجع لكم تاني استنوا كل يا مادي اللي بياخدونا في الفاصل ورجعنا بعد الفاصل وانا الحقيقه مش قادره ابص لأحمد هو قاعد جنب مادي ليه؟ حاسه ان في حاجه ماشي تخ شويه بس وقعت مني حاضر حاضر والله اتفضل انت واخد منه المكان كله ما تفسح له كده شويه انا حاسس الكنبه دي هتطلع بينا كده فسح له شويه اهو مش بس فسح له مش كده يعني خلاص تمام انا كده مرتاح والله شوشو خلاص انا كده مرتاح ممكن اقعد هنا حط ايدي هنا ده هي كمان بص قاعده يا مادي رجلها واصله الارض انا نفسي رجلي توصل للارض مش عارفه اعمل ايه انت ازاي رجلك واصله كده وانا اللي رجلي مش واصله للارض البسي كعب شويه لا ده مش الكعب انت حتى لو من غير الكعب هي لما بتلبس كعب بيتكسر انت بتفضحني بتعمل لك ايه بتفضح كده يا خلاص انت يا خلاص عرفت بقى انا بحبه ليه شفت الكرش ازاي انا عرفت انت بتعملي ايه طيب بما انكم بقالكم 16 سنه ما شاء الله خمسه في عين العدو يا رب وفي عين الحسود بقالكم 16 سنه متجوزين فاحنا عايزين نختبر مدى توافق العلاقه دي بينكم عامل ازاي اوكي فهنعملكم انتوا الاثنين قصاد بعض تختبروا بعض اوكي اوكي كل واحد فيكم هياخد السبوره دي ماشي ومعاك القلم اهو الحلو ده اوكي معاك الاستيكه بتاعتك الله وتحلي بقى يلا الاستيكه انا هسالك سؤال فانت تكتب الاجابه وهي تكتب الاجابه وبعدين ماشي. تلفه في وقت واحد فنشوف كتبته زي بعض ولا لا قول لي ايه اكتر اكله هدى مش بتحبها اكتر اكله هدى مش بتحبها معروفه يلا لف لف هوبا لا جنبيه ده مستحيل بقى يا معلم يعني ممكن تاكليها بعوضه طب ليه دي مستحيله مع اني بعشقها طب مع اني بعملها حلو قوي وبتعملها حلو قوي مستحيل ادوقها ليه وبتطلع مظبوطه ازاي يا شيخه مش عارفه والله العظيم طب ليه مش بتحبي يعني دقتيها وانت صغيره ما عجبتكيش الزفاره يمكن او الدهن الكتير ما مش بحب الحاجه الملزلزه دي بتدي عليها كده على صينيه البطاطس أنا صح يا احمد وتبقى كده معموله كده في الفرن وطالعه محمره ما تعرفش هي ولا البطاطايه ايوه يا خراشي تاكلها كده بقى وتقطع بالعيش كده حته اللحمه وحته البطاطس لحمه وبطاطس طب يلا بقى اقوم اجيب الاكل تاني لسه شايلاه في الثلاجه اكيد ما لحقش يبرد ولا اعمل سندوتشات خفيفه لا والنبي خلص والنبي لا شنط وجبن سندوتشات مفتقه كده والنبي خفيفه لا شنط وجبن لا والنبي حاجات خفيفه خلاص هقوم اعمل سندوتشات سمنه 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 بسكر الله يا خراشي ليه ايه اللي بتقول يا
حبيبتي انت بقيتي ممقوته. لا ما خالص، اكلتك خفيفه. مين اللي ممقوته دي يا ماما؟ لا بجد مش عايزه اسمع ماما دي تاني ابدا. فمش شكلها ماما بتوترني ماما. انا طيب طيب خلاص بلاش اكل، بلاش سندوتشات، ماشي بلاش. سؤالي لهدى بقى، اسال. اخر مره احمد قص شعره امتى؟ قص شعره؟ قص شعره خالص يعني؟ ما تبصيش لبعض. لا وقت الحلاق. حلاق حلاق ده السوق؟ يا لا ده هو ايه؟ ماشي. ايه الكلام الكتير ده؟ يا الصبح؟ ايوه النهارده. ماشي صح. ده انت حالق لنا بقى عشان جاي لنا بقى. ايوه عشان شفت والله صدفه. ونقطه للحلقه الجامده جدا. اوعى. ودلوقتي انا اللي هسالك يا احمد. اتفضل يا استاذ. قول لنا ايه لونك المفضل؟ اتفضل. اوكي خلاص؟ خلاص يلا. الاحمر. اوعى المزخسخ اهو. نقطه لله. اموت المزخسخ. اموت انا واعيد السنه. ايوه اموت انا واعيد السنه وافضل اعيد 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 اعيد. مش هبطل اعاده ابدا. يلا يلا يلا. سؤالي لهدى بقى. ربنا لو احمد ما كانش ممثل ولا فنان خالص كان يشتغل ايه؟ لو ما كانش ممثل اكتبي على يا ظابط وممثل. يعني انا بالنسبه لي حبيبي ولا عمره كان هينفع يعمل حاجه غير انه يبقى ممثل للاسف. صارت هو بيراضيكوا بالاجابه دي بس عشان تبقوا فاهمين بس. لكن لا، هو احمد لو وقف التمثيل في حياته، حياته وقفت. تعيش يا احمد وتمثل لنا اعمال حلوه وتفضل كده تمتعنا بيك وبفنك. طيب احنا كده خلصت المسابقه الاولى دلوقتي. احنا بقينا فريقين. انا ومدودي فريق. وانت وهدهوده فريق. وانا وهدودي فريق. اوكي. انت ومدودك وانا وهدودي. ماشي بالظبط. طيب اللي هيحصل بقى كالاتي. انا هسحب صوره واوري لمادي الصوره. فمادي يشرح لي اللي في الصوره من غير ولا ما يقول ولا حرفوره. اوكي ولا حرفوره. دي فزوره. مش طبعا دي فزوره بالمشاوروره. ماشي اوكي. يلا نبتدي. يلا اعدلي. ايه مقلوبه؟ اعدلي بجد كده كده. ايه راح فين؟ ايه؟ ازازة مياه غازية؟ طيب طيب. ايه؟ انبوبة؟ تمثال؟ تمثال؟ تيشيرت؟ تمثال لابس؟ تمثال قلع؟ تمثال لابس؟ ايه؟ ايه ده؟ وست؟ الله يكون في عونك بصراحة. بلوزة؟ بصراحة الله يكون في عونك. بلوزة؟ بلوزة. فستان؟ فستان؟ غلط. غلط؟ أمال إيه؟ ده مانيكان؟ ولا بيعرف يشرح. ولا كل ده ما بعرفش أشرح. تعمل لي كده وتقول لي فوق إيه؟ كده. يعني إيه اللي فوق إيه كده؟ إيه ده اللي فوق إيه كده؟ يعني إكبس أي حاجة. أيوه إكبسه بالبس. خسرتنا الله يخرب بيتك. بتبتدي عليا. صلى على النبي. صلى على النبي. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. يا ساتر لا حول ولا قوه. منك لله يا شيخ. منك لله. شوف فيك ساعه سوداء. لا احنا نجيب مأذون بقى، مش هينفع كده. يلا نلعب. يلا نلعب. يلا انت بقى يا احمد وريها الصوره. وهي هتشرحها له. ده بجد والله؟ انا اللي هشرحها له؟ ايوه زي ما ماجي عمل كده. اقلب ولا لا؟ ما لا 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 زي ما انت. تمام. المفروض اقوم امثلها يعني؟ لا وانت قاعدة. فنجان قهوة، اكسبريسو، كوباية. تلات محاولات. كوباية ادي واحد. هو خلص فنجان وقهوة واسبريسو خلاص. احنا ازاي يعني؟ طب فاضل واحدة هي. مج. برافو كسبه. بيفهمني بقلبه. شايف؟ واخد بالك؟ شايف؟ عايزة ايه؟ قلبي. شلوبي كمان. شك في بعميه. شايف؟ يا رب جنابك تخس. اشوفك في الغابه يا شيخ ان شاء الله. بتحب جنابها. ما انا عشان هي بتحب جنابها برضو.
هشوفك في جنينة الحيوانات. انت بتحبي جنابك؟ انت يا بطة حبي جنابك يا بطة؟ انا بدلعش بدلعهاش معلش. يلا ورينا الشغل. وريني الصورة يلا خلص عشان اعرفك المكسب يبقى ازاي. ايه ده؟ يس يس يس. اوه هو يس يس دي مش كلام دي ولا ايه؟ لا لا يس يس دي اداء صوتي. بتاعتك انت. عشان افهم معلش. وي بلاي ستيشن. برافو. مادي 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 اعمل لهم الرعشة يا مادي مادي. ودي فايدة تالتة لك. ده انا كنت حبيبتي فايبريشن. انا بقى يلا انا بقى هو ده بقى هتوريه. ولا هعرف اقول لك اي حاجة بس ربنا يخليك معلش شكلنا قدام الناس. يلا ما تقلقيش يا حبيبتي. انت جوزك حلو وعسل يا حبيبتي. انت زي اللي انا متجوزاه. سكر ازاي؟ ماشي اقلبي كده. مش هتفهم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا انا عادي انا اشوف. انا مش هتكلم. هنغش. ما انا مش هتكلم. اوكي خلاص ماشي. دي سهله دي. برافو. النور لمبه اباجوره. برافو برافو. لا لا ايه شوشو؟ طب ماشي. ها؟ هنخش بقى على الليفل. مالك انا بتعد مالك يا ماما. انا احب اقعد على كنبتي براحتي. لا ماشي. دلوقتي بما انكم انتوا كسبتوا فاحنا هنحكم عليكم حكم. تحكموا علينا واحنا اللي كسبنا وانتوا اللي هو السيستم كده عندنا في بيتنا. ماشي اتفضلي. اديله البورد. اهو. فين القلم؟ انا خدت البورد. اهو. اديله القلم. يا مادي عيب الحاجات دي يا مادي. خدت القلم؟ يلا امسكيها كده وانت كمان امسكها كده بالطول. لا بالطول بالطول. اوكي يلا شايفين بعض كده وانتوا ماسكينها؟ لا لا انا عايزاكم تشوفوا بعض. اهو شوفوا بعض. ارسموا بعض. ارسموا بعض. ايوه يلا بشكل تخيلي مش لازم بالظبط يعني علشان اللي هيرسم اوحش هو اللي هيتنفذ عليه الحكم النهائي. بقى صعب جدا. بالظبط. حاولوا ترسموا بعض في احلى صوره. اتفضل يلا. يعني حد يفهمها ان احنا مش بنعرف نكتب اصلا. لا لا عادي. هنرسم يعني انا يعني سهله عادي. احمد ابتدى يعني ما تضيعش. بجد والله؟ ايوه ايوه. دي موزة. عندكم دقيقتين بس خلي بالك. حاولي حاولي شوفي يعني في الاخر. أنا خلصت. عندنا لا بجد انا سريع. أنا سريع جدا. مش انا ماجي قعد يرسمني في 7 شهور وفي الاخر لقيته رسم. انت هتتخض من الرسم. دولاب. شبشب. دولاب. انا شبشب. انا شبشب. لا هو يعني ما هو شبشب. لا انت بتعكر. هو اللي رسم مش انا. يعني انا اللي شبشب. لا هو اللي رسم. يبقى انا اللي شبشب. اتخانق معاه هو. لا واتخانق معاه هو ما قالش ان هو رسمني شبشب. ايه ده فعلا؟ لا هو قال لي الشبشب ده بيرمز يا حبيبتي لان انت الحاجه اللي مخلياني اكمل الحياه وامشي فيها. الله. فانا فرحت واتبسطت وصدقته. خلصتي؟ انا يا حبيبتي وانت خلصت؟ اه. طب يلا هنقول 1 2 3 ونلف. وقع قمر وهي رسماه وتوضى ولا ايه؟ ده وتوضى ابو حاجه؟ لا يعني في هو ده عفريت عامل ملاك. انا يعني وبعدين فنان. خدي بالك. انا رسمت قمر ماليش. والله العظيم شفت الودان؟ لا والجناحين ما شاء الله. لا هو العينين عندها جويتر جحوزي شويه صح؟ انا اساسا مجنح. هو ايوه ما هو هو ده اللي عندي. عجبك عجبك. وهو البنطلون طويل ولا ما فيش رجلين؟ ده مش بنطلون اصلا. ده مش بنطلون. ده خيال. انا مش لابس. انت مش لابس بنطلون واسع يا ماما. شورت شورت. مين اللي يرسم يا حبيبتي؟ كده هستهوى انا. سؤال بس انا كده هستهوى. انت ملبساه جيبه ولا من غير؟ لا والله بنطلون بس نسيت البسه الشراب. الشراب ده ما فيش رجلين اصلا. ايوه ولا ايدين. عامل ايه؟ وبعدين مناخيرك حرف جي واخد بالك؟ حرف جي؟ لا صحيح. دي لام. كان لازم اعملها الجي هي. لا احنا مش في الرسم يعني. طيب خلاص يعني بما انه يعني لا بس هو احمد كسب. بص هقول لك على حاجه. هي انت كرييتيف مش هنكر. صح. انت كرييتيف ورسمتها بقلبك. أيوة. بس القلب ده دايما بيودي في داهيه. وبما ان انت استنصحت وعملت فيها ناصح وهي رسمت شخص هي شايفاك كده مش ذنبنا يعني انت. أوكي. شعرك ناعم هي رسمت كيرلي مش مشكله. من غير رجلين مفيش مشكله. دي وجهه نظر. فانت اللي خسرت. اه فدلوقتي
الحكم كالاتي. اوعي تقولي لي اكل. لا. ما. هتقلد لنا تامر حسني، اقرب صاحب ليك. اه. لا وهو بيتكلم او بيغني. لا والله ما اعرف. يعني خالص؟ لا والله ممكن اقلد لك مين؟ حد تاني بس. ماشي. انت اعرفيه بقى. ماشي. ماشي. هتاخد البورد بقى وقلد لنا اي حد انت عايزه. الغطا يا مادي. ايوه ماشي. حبيبي يا مادي. مادي ده صاحبي من واحده في الحضانه. والله يا قلت كنا بنخرج نشيش على القهوه واحنا في الحضانه. والله صدقني. ايه قطه؟ انا مش قطه، انا بطه. بطه والنبي بطه. طب حد تاني، حد تاني. أنا ماليش دعوة بالموضوع ده إطلاقاً. أنا ماشي في حالي كده. ماليش دعوة بحد. مش فاهم يعني، مش عارف أقول الكلام يعني. طب خلاص، آخر حكم. أوكي، تاني؟ معلش، آخر حاجة بقى. إيه بقى؟ عايزاك تقول لهدى كلام حب. بس كلام حبة دبش كده. بطريقتك في كلام على ورق. في كلام على ورق؟ فرق، حبيب قلبي. دي اللي وقعتني بقى يعني، شفتي دي الوحده؟ شفتي يا مادي؟ شفتي الكتكوته دي؟ دي ست الكتكوته والله. وبعدين ايه؟ ايه؟ بحبها بجد؟ وايه تاني؟ بحبها قوي، مخلف منها اربعه. اربعه؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله من عينيكم. لا يا حبيبتي دي ليه؟ كده بتعمل لي كنافه. وانا بحبها سخنه وباكلها كلها. يح يح. يح يح. وح وح. وح وح. الله. وبحبها قوي قوي قوي. قوي قوي. يعني بجد ربنا يخليكم لبعض. يا رب. وشكرا ان انتوا نورتونا، وربنا يا رب يخليكم كده لبعض بدل 16 سنه 16,500 و700 سنه. ويا رب يخلي لكم البنات وتشوفوهم احسن ناس في الدنيا وتشوفوهم عرايس. وبجد ميرسي ان انتوا نورتونا النهارده. لا ده احنا نورتوني والله. بجد والله شرفتنا. ميرسي على العشاء الحلوه دي والقعده. واحنا كمان يعني انا دمعت من كتر الضحك. اقسم بالله يعني بجد انا مبسوط ان احنا جينا معاكم. الله يخليك، ده احنا شرفنا. وبجد انا مبسوط وحاسس ان انا خرجت طاقه وخرجت ضحك. وانا كمان بصراحه كتير قوي. انا ممكن ابقى كده بس والله. ميرسي. الحمد لله، ويا رب دايما بتضحكوا وفي سعاده ومبسوطين. وكانوا منوريننا النهارده هدى والنجم احمد زاهر.